أهلا بيكم. 19 نوفمبر هو اليوم العالمي للمراحيض. ده يوم دولي يعني موجود في كل حتة بيعترفوا به، لكن هو أيضا عيد ميلاد عبد الفتاح السيسي. فاحنا قررنا الحقيقة في آخر كلام إن احنا نسمع رأي الناس، تحب تقول إيه للسيسي في عيد ميلاده 68. سيبك من موضوع المراحيض وقول لنا تقول إيه لعبد الفتاح السيسي يوم ميلاده، لكن برضو حبينا ان احنا نحتفل مع الراجل، ما يصحش نسيبه لوحده. يعني اكسترا نيوز وحظيرة الانتاج الاعلامي عمالين يجيبوا له فيديوهات من كل حتة ومش عارف مين ويركبوا عليها الصوت وبتاع، فاحنا قررنا احنا كمان نجيب فيديوهات يعني ابرز انجازات عبد الفتاح في الكام سنة اللي فاتوا. خلينا كده نبدأ بحاجة مش لطيفة للراجل الحقيقة، ما اعتقدش ان هو بيفخر بيها او يمكن بيفخر بيها ما اعرفش يعني، لكن اي بني ادم طبيعي مش هيفخر قوي ان هو يلتصق اسمه بفضيحه اسمها كشوف العذريه. طلعوا لنا الصوره كده يا جماعه على الشاشه. ده كان الكلام اللي نشرته دي دبليو والجارديان عن تورط عبد الفتاح السيسي في كشوف العذريه، وان هو حاول يقنن الموضوع بشكل قانوني عشان يفلت الضباط من الحساب. وعبد الفتاح السيسي كان عضو المجلس العسكري في هذا التوقيت اللي أقر كشوف العذرية، والكلام ده قاله حسن الرويني عضو المجلس العسكري في تسجيل أو تسريب سابق. تعالوا نشوف الرويني كان بيقول إيه عن كشوف العذرية اللي متورط فيها السيسي. هلا يا فندم، هو ده كلام الكلمه دلوقتي بيقول لك اصلته 517 كتاب اللي هو سعيد عليكم كلهم بالايه؟ واحده منهم قالت له ده ما كتبتليش ليه، خدها روحت. تقول له لا خدني معاهم يا ريت روحت. هتقول لنا يا فندم ودي اسمها ايه؟ نشيطه سياسيه، نشيطه دي بقت النشيطه دي. استغفر الله العظيم. قال لك بقى انتوا رحتوا كشفتوا على عذاره وده ما يصحش، وهو الانسان أيامها كان السيسي ضابط مش هقول صغير في المجلس العسكري، لكن كان موجود في المجلس العسكري. بعدها خرج عبد الفتاح السيسي في تسجيلات أو في حواره الشهير مع ياسر رزق واتكلم عن السيف الأحمر والساعة الأوميجا والدم والرئيس الراحل أنور السادات. تعالوا نفتكر مع بعض السيسي وأحلامه عن السلطة كانت عاملة إزاي. يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويلة جدا أن أنا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر، ده من 35 سنه. لا اله الا الله لونها احمر باللون الاحمر، نعم بسيف مرفوع. ان انا في لي ساعه عليها نجمه خضراء ضخمه جدا اوميجا، والناس بتسالني بيقول لي انت اشمعنى انت اللي معاك الساعه دي؟ فقلت لهم الساعه دي باسمي هي اوميجا وانا قبل الفتح، يعني رحت حاطط الاوميجا مع العالميه مع قبل الفتح، مش انا اللي بتفسد المنهج مثلا. يعني منام تلاتة اللي يتقال لي هنديك اللي ما دلوش لحد. مين؟ ها؟ مين؟ في المنام؟ يعني هنديك اللي ما دلوش لحد. منام آخر أنا مع السادات بكلمه، فبيقول لي أنا كنت عارف إن أنا حب رئيس الجمهورية. قلت له أنا عارف إن حب رئيس الجمهورية. يبقى دي كانت أحلام عبد الفتاح، مهم إن احنا نفتكرها في عيد ميلاده 68. أيضا كلامه عن الحرس الجمهوري ورابعة من المشاهد المهمة أو المحطات المهمة جدا في حياته. نتابع. نيجي لقرار مواجهة محاولات اقتحام الحرس الجمهوري كان أسرع من قرار فض عصام رابعة البحر. إيه السبب؟ أبدا، هو القرار إن القوات كانت موجودة الشرطة والجيش بتدافع عن المكان. البعض شاف ان في كم عدد ضحايا كبير ولا ده اللي كان؟ والله عايز اقول لك على حاجه، هو في مشكله كبيره جدا وعايز افكركم ان انا كنت قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان احنا لما بيكون في حاله يعني تلاحم بين في ناس افراد يعني تظاهر، انا هقول بمنتهى حسن النيه ان ممكن يكون الناس تقتل بعضها من غير ما تفهم. انت بتضرب طلقه وانت مش بتعلم، مش متعلم. احنا عندنا في الجيش عشان تضرب لازم تكون في خطوط فواصل ومسافات بين الافراد وبعضها، وحد بيسيطر على النيران اللي بتطلع. فاللي بيحصل ده وتدريب عليه، انما في الاخر وفي الاول مش معقول ابدا كنت تيجي على المكان اللي فيه الرئيس قاعد جوه منشاه عسكريه وتفكر كده. وعشان كده احنا بقول لك في نفس اليوم. التسجيلات دي مهمة قوي ان احنا كل يوم 19 نوفمبر نطلعها ونفتكرها مع بعض عشان ما ننساش، لان انا دايما بقول ان ذاكرة المظلوم هي اقوى ذاكرة في التاريخ. المظلوم مش بينسى ابدا وش وصوت اللي ظلمه. من الحاجات ايضا الخالدة للجنرال عبد الفتاح هو كلامه عن تغيير القوانين وتنفيذ الاعدامات في مصر. نتابع. ايد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين،
واحنا مش هنستنى على ده، احنا مش هنستنى على ده، احنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون والعداله في اسرع وقت ممكن. عاوزين ادامات يا ريس. لو سمحتم، لو سمحتم بقول تاني، احنا بننفذ قانون، هتصدر حكم بالاعدام هيتنفذ حكم الاعدام، هتصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ حكم المؤبد. القانون، القضاء هو ده اللي احنا عايزينه دلوقتي قبل بكره، واحنا جاهزين ان احنا ننفذه ونفذه. ومصر بقت من أسوأ الدول في العالم في سجل تنفيذ احكام الاعدام، بل الاكثر من كده ان هم كانوا بيحكموا بال500 وبال700 في جلسه واحده بالاعدام، والمفتي بيصدق والسيسي بيتبسط وعيله هشام بركات النائب العام الراحل مبسوطه، هي دي العداله الناجزه. اقتل لي يا ابني 800 واحد مقابل هشام بركات. قضاء ويزعق في القضاء واشخط وانت بتقول القضاء كده عشان الناس ترتجع، فبيرتجعوا، فالقضاء بيتسيس، فبيمشوا بالتليفون، فبيعدموا الناس، فبنحتفل يوم 19 نوفمبر بعبد الفتاح السيسي وهو بيقول للقضاء اعدموا الناس ونفذوا الاعدامات. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، من ابرز تصريحات السيسي في مسيرته الخالده، نتابع. هو كله مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، دي هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكره تشوفوا، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عني. الصغير كبر والحمد لله ابوه بقى فقير وهو مش لاقي شغل وتخرج من الجامعه وقاعد جنب امه في البيت، والبطاله زادت يا عبد الفتاح وبقينا لا قد الدنيا، كاس العالم هيتلعب بكره واحنا مش فيه، وديوننا زادت والحاله بقت كرب، لكن انت مبسوط والتاريخ مبسوط وياسر رزق مبسوط والناس كلها فرحانه الحمد لله. من المشاهد العار في تاريخ الجنرال، حلو السجع والله جه معايا كده فجاه، هو التنازل عن تيران وصنافير، هو تنازل عبد الفتاح عن الارض في تيران وصنافير. تعالوا نشوف كده السيسي قال ايه قبل ما يسلم تيران وصنافير للسعوديه ويقبض ثمنها شوالين رز سعودي فاخر. انا قلت كلام كتير في الموضوع دوت، وخلينا احسنه وانهيه يعني من فضلكم، ارجو ان الموضوع ده، ارجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني، ارجو ان احنا ما نتكلمش فيه تاني. انتم بتسيئوا نفسكم، وفي برلمان انتم اخترتوه هيناقش الموضوع، يشكل لجنه واثنين ويجيب كل اللي هو عايزه، كل اللي هو عايزه. ارجو ان احنا نتوقف، لان مش معقول يبقى احنا متشككين في نفسنا ومتشككين في اجهزتنا ومتشككين في البرلمان بتاعنا ومتشككين في النقابات ومتشككين في كله، في كله. ما ينفعش، ما ينفعش كده. في برلمان، هذا البرلمان هيناقش هذه الاتفاقيه، يمررها او لا يمررها، يشكل لجان زي ما هو عايز عشان يطمئن وباطمئنانه تطمئنه. لازم يبقى في فاصل بين ممارساتنا وادائنا وبين ممارسات واداء الدوله ما امكن خلال هذه المرحله. تعرف الفيديو ده كان لازم والله قبل ما يخلص نجيب اسمه ايه عبعال بتاع البرلمان وهو بيزعل موافق على مش عارف تيران وصال يتفضل برفع يده والناس بتقول له لا، هو بيقول موافقة، اذا وافق المجلس على تسليم تيران وصنافير مش عارف. كان لازم اللقطة دي تكمل مع لقطة عبد الفتاح، لان انا كصحفي يعني قاعد بتفرج عليه قربت اقتنع، وهو بيقول دلوقتي في فاصل، البرلمان لازم يطمننا ويطمنكم ويطمن اللي حواليه. الموافق يا عم، محدش موافق، يخرب بيتك يا عم، ده برلمان يتفضل برفع موافقة، اذا وافقنا على الاتفاقية، مبروك يا ريس، سلم واستلم الفلوس. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا الا حتة، مصر هتبقى قد الدنيا الا جزيرتين اسمهم تيران وصنافير، لاني مزنوق في شوالين رز محتاجهم من السعودية. ما ينفعش يوم ميلاد عبد الفتاح، عيد ميلاده في اليوم العالمي للمراحيض، ننسى انه تنازل عن تيران وصنافير. تيران وصنافير ارض مصريه ودفع يعني ثمن الدفاع عنها جنود الجيش المصري اللي السيسي ما حاربش معاهم ولا حرب الحقيقه، لكن من البلاوي السودا برضو اللي عملها عبد الفتاح في حياته الطويله الممتده 68 سنه هي انه ضيع على الميه، مية النيل ما بقتش موجودة معانا الحقيقة. فتعالوا نفتكر كده مع بعض السيسي وسد النهضة، أبرز إنجازات عبد الفتاح. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر، مصر.
زي ما انت شفته كده كان بيكلمني دايما يقول لي والله والله لن تجد ضرر مننا، فانا حبيت ان انت تسمعوها منه وانا بشكره عليها، وانت ستاره من المصريين برضو، والله والله لن نضر بكم ابدا ان شاء الله. شكرا فخامه الرئيس. بيقول لك بعد اللقطه دي الابي احمد ما التزمش باي حاجه، لان السيسي ما اقسمش بالاثيوبي، كان مفروض ابي احمد ينطقها له بالاثيوبي برضه، فتبقى عارف انت تبقى الايه في كامل يعني، انما هو خلاه يتكلم بالعربي وبعدين هو ما قالش بالاثيوبي. طبعا سد النهضه يعني خلاص اثيوبيا ملت الملء الرابع، وابي احمد بيقولوا صام 3 ايام بعد اليمين ده، لكن دي من المشاهد اللي عبد الفتاح لازم يتفرج عليها كل عيد ميلاد كده ويضرب نفسه انتوا عارفين بايه. من الحاجات التانية الحقيقة برضو اللي ما ينفعش نعديها في عيد ميلاد عبد الفتاح هي القصور الرئاسية. رجل القصور، فاكرين علاء ولي الدين في فيلم الناظر رجل مش عارف ايه والكانتين، فعبد الفتاح هو رجل القصور الرئاسية. انا عامل قصور رئاسية وهعمل، ما تيجوا نسمعها بصوته احسن. لما تهزوا الثقة في الراجل ده ده خطير. طيب قصور رئاسية امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا انا بعمل دولة جديدة. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا انا اعمل واعمل واعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي، ده مش باسمي، مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر، باسم مصر. يا كل سنة وانت طيب ومصر طيبة والقصور الرئاسية طيبة ومدام انتصار طيبة وبخير وكلكم مبسوطين. يعني احنا فقراء قوي، كان اعتراف من الجنرال عبد الفتاح في مسيرته الطويلة الحقيقة بان مصر دولة فقيرة قوي قوي قوي. نتابع. السمر رجعت، هي السمر رجعت، هي في دول تانية هترجع. طب اشمعنى انتوا راجعين يعني؟ انا جاي هنا عشان كده، عشان تفهموا مش مطلوب تعيشوا، مش مطلوب تعيشوا، مطلوب يا ساتر يا ساتر على اهل الشر وتخطيطها وترتيبها لإزائنا كلنا، ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض، ويقول لك خلي بالك ده مش ساهل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي، محدش قالك انك انت فقير قوي. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. الدول اللي هو بيتكلم عنها دي الحمد لله بتحاول ترجع، الصومال ومش عارف مين، كل الدول دي راجعة واحنا اللي رايحين، رايحين بايديك في 60 داهية ومش باين لنا رجوعة. الدول دي كلها فيها دول سبقونا في مؤشر التعليم والصحة واحنا رايحين في اخر الجدول في كل حاجة. بركة في سيادتك، بركة في مسيرتك من العطاء، في مسيرتك من خراب البلد ودمار الوطن وتدمير موارده، البركة فيك وفي سياساتك وفي الفقر اللي انت صدرته لنا. لولا دي سيلفا كان بيعيط عشان بلده اصبح فيها فقرة ورجعت للفقر تاني، بس سعادتك بتشخط فينا لان انت السبب انك ان احنا بقينا فقرة. معادلة غريبة جدا، بس هو ده عبد الفتاح، تركيبة بشرية نادرة وفريدة، عشان كده تصادف يوم ميلاده مع اليوم العالمي للمراحيض، يعني تصادف غريب الحقيقة، لكن يليق بالرجل، يعني يليق بيه انه في يوم ميلاده يكون اليوم العالمي للمراحيض. شيء جميل وبديع الحقيقه، لو قعدت انت ترتبها مش هتعرف يعني، بس ربنا موجود فوق. تعالوا نشوف كده السيسي وهو بيوعدنا بالصبر وان احنا هنشوف البلد على ايديه لو صبرنا معاه. نتابع. احنا كل المطلوب حاجه واحده بس، اصبروا وستر، اصبروا وستر، العجب العجاب في مصر، بس اصبروا بقى لان احنا ما بنعملش نص ونص. ما اعرفش، ناس صبرت من 2013، ناس صبرة من 2014، الناس مستحملة، لكن ما فيش حاجة بتحصل ولا بتعمل نص ولا ما نصش. انت النص خليته ربع وخليته تمن وخليته مش عارف ايه وبعدين نسفته، مش موجود. طبقة متوسطة واتكلت، نسبة الفقر وزادت. عاصمة إدارية امبارح دي دبليو بتقول لك بترمي فلوسك، بتدفن فلوسك في الرملة، ما عندكش. بتعمل حي سكني متكلف مليارات بيسكنوا خمسة، بتعمل قمة مناخ وفي نفس الوقت بتغرق الشعب المرجانية بتاعتك وبتموتها، بتقول عندها هيدروجين أخضر وبتروح تعمل مجمع للتكسير الهيدروجيني وبتهدد حياة 5 مليون مصري. يعني أنت بتعمل الحاجة وعكسها من غير ما حد يجي جنبك. الشعب المصري بره المعادلة، الشعب المصري بيتفرج عليك بالآلة القمعية اللي انت مكتف بيها الناس كلها، فانت معاك كل حاجة، ومع ذلك بتفشل في كل حاجة. ف
فالحقيقة ده كان عبد الفتاح في موضوع الصبر. وخلونا نختم بغلاء الأسعار، لأن السيسي الحقيقة عدو غلاء الأسعار، وطبعا زي ما انتوا عارفين الأسعار ما غلتش في عهده ولا مرة. نتابع. لازم نبني بلدنا بإيدينا بعرقنا بصبرنا بتحملنا، ولازم تكونوا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى لازم هيكافئكم. مش ممكن يكون الصبر ده والتحمل ده هو أنا مش عارف الأسعار عاملة إزاي، مش عارف المواطن بيعاني إزاي. لا طبعا، لكن انتم شعب عظيم جدا، كل التحية والتقدير لكم. شعب مصر سند مصر، شعب مصر سند مصر، انتم شعب عظيم جدا. يلا وجبوا مع سيادة الرئيس، ادخلوا قولوا له كلمة في عيد ميلاده 68، احتفلوا معاه. الراجل دلوقتي مولع تورته في كل قصر رئاسي من قصوره، وبيحتفل بنفسه وبإنجازاته العظيمة. لولا دي سيلفا خلى البرازيل تخرج من الفقر، ولولا السيسي كانت مصر هتبقى زي البرازيل وتخرج من الفقر، لكن للأسف احنا عندهم لولا دي سيلفا واحنا عندنا عبد الفتاح السيسي.